تسابق مملكة البحرين الزمن لاستدامة الريادة. عندما تجتمع إرادة الإنجاز ورؤية المستقبل، تتحول التحديات إلى قصص نجاح. يصبح الإنجاز أسلوب حياة، وتبدأ سهولة الإجراءات من اليوم الأول. كان لإشراك القطاع الخاص دور في تقليص فترات الانتظار، ويتيح التحقق إمكانية تقديم الخدمات المناسبة للأفراد. مئات الخدمات وملايين المعاملات الإلكترونية تستفيد منها مختلف القطاعات لتحقق سرعة التنفيذ، لتبلغ الطموحات عنان السماء بوقود التعاون والتكامل وبهدف الإنجاز والبناء. استدامة الخدمات المتطورة، ارتقاء الأداء النوعي بالشراكة والرقابة، سرعة في الإنجاز واهتمام بجميع الفئات. تتقارب المسافات وتتلاشى الحواجز ليكون المستقبل على بعد خطوة واحدة. نرى التواصل فضاء منظما يستوعب الجميع، تتفاعل في مداراته الأنظمة الحكومية تحت مظلة آمنة من المعلومات، ليظل المواطن دوما محور العملية التنموية.